أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص يسكن في بيت واحد ومعه أبناؤه المتزوجون، يقول أحسن الله إليكم: شخص يسكن في بيت واحد ومعه أبناؤه المتزوجون كلهم في بيت واحد، فهل تجزئ عن هذه العوائل أضحية واحدة أم يجب على كل واحد منهم أضحية مستقلة؟ لا، تكفي عن البيت، الأضحية تكفي عن الرجل وأهل بيته، ولو كانوا 100 أو 200 أو 300، عن الرجل وأهل بيته، هذه السنة. نعم.